لكن خلاصة اليومين اللي فاتوا تحديدا ال 48 ساعة اللي فاتوا هي برافو للمصريين، شابو للمصريين، نرفع لهم القبعة. ليه بقى؟ لأنه المصريين أثبتوا إن هم مالهمش دراع يتمسكوا منه أو يتلوي دراعهم بحاجة. المصريين قرروا إن هم يدوا درس قاسي وقوي جدا للتجار، للي بيغلي عليهم، للي بيستغل احتياجهم، للي بيحط ايده في جيبك، للي بيزود عليك السعر بدون حاجة. بدأت القصة بمقاطعة الأسماك تحديدا في المحافظات الساحلية. بورسعيد كانت شرارة البداية أو شرارة الانطلاق جت منها. الأسعار عليت جدا، وصل كيلو السمك البلطي ل 150 و180 و200 جنيه في محافظة ساحلية، ولا يفرق مع سعر الدولار، ولا هو متأثر بالبضائع اللي موجودة في الميناء. الكلام اللي احنا بنسمعه بقالنا شهور، لكل واحد بيغلي يقولك أصل الدولار، تاني يقولك أصل البضائع في الميناء محجوزة. طب انت بقى في محافظة ساحلية بتاخد السمك من البحر تبيعه في السوق، مغلي على الناس ليه؟ ليه يوصل سعر السمك البلطي ل 200 جنيه في بلد زي مصر عندنا سواحل وعندنا محافظات، واحنا اصلا يعني قريبين من الاكتفاء الذاتي في السمك البلطي وغيره من الاسماك. مع ذلك كانوا التجار دول بيغلوا الاسعار بطريقه غير منطقيه وغير مفهومه. قامت الناس عملت اكتر حاجه منطقيه تتعمل واكتر حاجه صح تتعمل، محدش يشتري. وده كان اللي قاله الرئيس بالمناسبة يمكن من سنة ونص أو لأكتر، حتى 4-5 سنين، الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش، اللي يغلى عليك واللي سعره يزيد عن المنطقي وعن الطبيعي وعن المفروض قطعه، ما تشتريهوش أصلا، سيبه يبور ويخرب. وده بالظبط اللي الناس عملته النهاردة. الجميل بقى إنه بدأت المقاطعة من بورسعيد بسرعة، العدوى انتشرت بورسعيد، السويس، اسماعيليه، دمياط، الشرقيه، اسكندريه، مجموعه كبيره جدا من المحافظات الناس فيها كان عندها وعي رائع وقررت ان هي تاخد على عاتقها او تاخد المسؤوليه في تخفيض الاسعار وتساعد الدوله وتساعد الاجهزه في تخفيض الاسعار وضبط السوق. ده اللي بدات الناس تعمله، وفورا الاسعار نزلت ونزلت بكمية كويسة. اللي حاصل بقى دلوقتي ان الموضوع بدأ يمتد لسلع اخرى، وبدأت الناس تقول اذا كانت المقاطعة سلاح فعال بالشكل ده، واذا كان التجار، وده اللي ياما حذرنا منه بالمناسبة طول الشهور اللي فات، واحنا بنقول يا جماعة اكسب بالمعقول، اكسب بالهادي، اكسب بالراحة، لان هتكون النتيجة ان سلعك هتبوظ وهتبور وهتعفن في حالة السمك، وهتكون النتيجة ان هيبقى عندك ركود في السوق ومحدش مستفاد من الوضع ده. لكن لا حياة لمن تنادي. تعالوا نفهم اكتر ونشوف الحدوتة اللي بدأت من بورسعيد وامتدت فيما بعد المجموعة من المحافظات. نشوف بقى الأستاذ وسام الصفتي منسق حملة المقاطعة في بورسعيد. مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك في برنامج الخلاصة. مساء الخير أستاذة هبة، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. وحضرتك بألف صحة وسلامة. القصة بدأت من بورسعيد، احكي لنا خطوات المقاطعة نظمتوها ازاي، نسقتوها ازاي، والنتيجة حتى الآن بترصدوها بأي شكل؟ خليني قبل ما اتكلم عن المقاطعة احيي حضرتك جدا على المقدمة الجميلة اللي انت قلتيها او جستي فيها عن ما يدور في محافظات مصر على أرض الواقع. احنا النهاردة يمكن بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية اللي أعلن بشكل رسمي وناشد المصريين وقال لهم الحاجة الغالية ما تشتروهاش. احنا فعلا أصبحنا احنا اللي بنستغل المواطنين، أصبح في ظل ظروف الجشع وهامش الربح الهائل جدا من الأسعار اللي ارتفعت. ده ما بقاش هامش يا أستاذ وسام، ده بقى القصة كلها ربح. يعني النهاردة أنا بتكلم النهاردة كان عن أول محافظة اللي هي محافظتي أنا، محافظة بورسعيد. أنا المفروض إن أنا مدينة ساحلية، مدينة ساحلية دي إن كل محافظات مصر بتحسبني على السمك اللي هو متوفر عندي، وأكلة رئيسية لكل بيوت بورسعيد اللي على الأقل بيأكلوها 3 أو 4 مرات في الأسبوع. لما ألاحظ إن أسعار الأسماك ارتفعت 300% من مثلا سمك زي البوري من 60-70 جنيه يوصل ثمنه ل 180 و 220 و 250 جنيه، يبقى أكيد في حاجة غلط. لما الشبار الأخضر يوصل ثمنه ل 250 جنيه، يبقى أكيد في حاجة غلط. طب احنا النهاردة مدينة ساحلية
والاسعار دي عندنا. طب المدن الاخرى اللي النهارده السمك بيبعت لهم مثلا او بيبقوا حصتهم من السمك بتبقى ضعيفه شويه، الوضع عندهم بيكون ازاي؟ بناء عليه نزلنا لارض الواقع وبدانا نمشي في الشوارع والاسواق ونشدنا. اول حد خبطنا على بابه كان بائع التجزئه اللي هو البائع بتاع السوق ومفترشين الاسواق اللي هم الغلابه زي ما بيقولوا. قال لك انا ما فيش بايدي حاجه، انا بشتري غالي وببيع غالي، بحط هامش ربح بسيط سواء كان 20% او 30%. خلاص خليه بقى دلوقتي هو يخسر حاجته كلها، ولا هامش ربح كبير ولا صغير يخسر حاجته كلها. تمام، لجأنا بعد كده استاذه هبه طبعا للتاجر، كان رد التاجر كل التجار تقريبا زي ما حضرتك قلت في مقدمه حضرتك ان كل واحد النهارده بيغلي سلعه او بيحتكر سلعه بيعلق الغلاء ده على شماعه الظروف والغلاء والدولار والمواني والكهرباء والمواني والدولار وكل حاجه. طب احنا النهارده مدينه ساحليه، ايه دخل الدولار بالكلام ده كله؟ فرد كان رد بقى عنيف جدا من بعض التجار، قال لك ده عرض وطلب وهي دي الاسعار حسب التكلفه بتاعتها. طيب واللي عاوز ياخد واللي مش عاوز ما ياخدش. وهنا بناء على الكلمه دي خلاص كانت كلمة ايوه حضرتك. ما فيش حد هيلوي دراعنا بقى خلاص بالظبط كده خلاص. طيب طب انا عايزه بقى اديني نتائج بقى على ارض الواقع، الاسعار نزلت قد ايه؟ الاسعار اول 3 4 ايام طبعا عشان كان الموضوع كان المصري الناس في الاسواق اخدين الموضوع على انه مش هينجح النجاح ده كله. احنا بدأنا من محافظه بورسعيد، ثاني يوم على طول انضم لنا 5 محافظات زي ما حضرتك ذكرتي، النهارده احنا 25 محافظه مقاطعين الاسماك. اول يوم الاسعار تم تخفيض الاسعار بنسبه 20%، ثالث يوم الزياده زادت ل 40%، رابع يوم طبعا السمك باظ، فطبعا اتباع باقل من تكلفته تماما. وبناء عليه انتج عن غلق الكثير من المحلات، تتراوح نسبه المحلات والاسواق. ما ده اللي حذرنا منه بقالنا كتير جدا بنتكلم، محدش يرضى الخساره لحد، لكن ليه بتوصلوا الناس للمرحله دي؟ طب امتى تتوقف المقاطعه؟ حاطين لنفسكم حد زمني، هدف معين، سعر معين؟ احنا اتكلمنا ولو الموضوع انتشر في محافظات مصر كلها بقى في تنسيق ما بيننا. عاوز اقول حاجه، يمكن زي ما انت قلتي احنا ما توافقناش عند السمك بس، لا احنا قلنا السمك والفراخ واللحوم والجبن والالبان، وبدانا نعمل جدول زمني بمده كل منتج هيتم مقاطعته. وقلنا احنا مش عاوزين التخفيض يبقى ب 50% بس، على الاقل يبقى بنسبه تتراوح ما بين 20-30%، وان التاجر النهارده يحط هامش ربح بسيط ويتعاون من اجل المصلحه العامه سواء للمواطن او للبياع. يعني والظروف على الكل، الظروف على الكل مش على المواطن بس. يعني انت النهارده لو بتكسب 30% او 20% والدنيا زي ما حضرتك العيشه بقت صعبه وكل الناس بقت بتعاني من غلاء الاسعار وبدات الدنيا يبقى فيها ركود شويه، قلل الهامش الربح بتاعك شويه عشان يعني تفضل امورك ماشيه وتفضل تبيع والناس كمان تعيش ويعني بالراحه بالهداوه كده. بشكرك. السلسله دايره، بتاع السمك بيشتري فراخ، بتاع الفراخ بيشتري سمك، وهكذا يعني كلنا بنكمل بعضنا. استاذ وسام الصفتي منسق حمله المقاطعه في بورسعيد، بشكرك شكرا جزيلا.